الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن عمليات التداول المعتمدة في التجارة العراقية مع بقية البلدان تتم بالدولار النقدي بسبب منع التحويلات الخارجية عليها إثر العقوبات المفروضة، وهو ما سيزيد مشاكل سعر الصرف في العراق. وأوضح الخبراء أن رفض الخزانة الأمريكية تسليم العراق للأموال الإضافية بسبب عمليات التهريب سيخلق شحاً في المعروض النقدي من الدولار لدى مزاد البنك المركزي وارتفاعاً في سعره في السوق الموازية. وبين الخبراء أن تعليمات البنك المركزي بعدم تسليم المستفيدين من الدولار للحوالات القادمة من الخارج سيفتح المجال أمام المضاربين لاستغلال هذا الأمر لرفع سعر صرف الدولار بالشكل الذي سيلحق ضرراً بالمواطن. أكد عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق السابق صباح حسن أن كردستان لا تستفيد من صعود سعر النفط في الأسواق العالمية، وقال حسن إن كردستان العراق ستبقى غير مستفيدة من ارتفاع سعر النفط ولن تنتفع به إلا بإقرار قانون النفط والغاز الذي سيحل جميع الإشكاليات القانونية والخلافات بين بغداد وأربيل. أعلن السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق زيادة حصة العراق من واردات البضائع الإيرانية بنسبة 16% في النصف الأول من العام الجاري، وأضاف أن حجم صادرات إيران للخارج بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 67,700,000 طن من البضائع بقيمة 24,144,000,000 دولار، وكانت حصة العراق من استيراد البضائع الإيرانية تساوي 4,500,000,000 دولار. هذا وتهيمن إيران على الاقتصاد العراقي عن طريق ميليشياتها والأحزاب التابعة لها، حيث حولت العراق إلى سوق للمنتجات الإيرانية بعد محاربة الإنتاج المحلي. أطلق مسؤولون حكوميون وشركات تحذيرات من إمكانية تأثر سوق النفط في حال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا تفاقم الوضع في الشرق الأوسط. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن تصعيد الصراع في فلسطين ربما يؤثر على سوق النفط، فيما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن التصعيد في غزة يفترض أن يكون له عواقب محدودة على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام. دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي. ومن هذه الإجراءات ذكرت يلين تطور مهمات البنك الدولي الذي ستكون رسالته إنهاء الفقر في عالم قابل للعيش، مستشهدة بكلام لرئيس البنك الدولي أجاي بانجا خلال مؤتمر عقد في واشنطن نهاية أيلول الماضي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.